وجد المجاهدون أنفسهم متوقون بالجيش الفرنسي. هنا في منطقة إفر اللبلح ببلدية غسير جنوب باتنا، واجه المجاهدون عساكر العدو، وهي أول معركة يشارك فيها البطل الشهيد مصطفى بن بلعيد يوم 13 جانفي عام 56 900 بعد الألف. مصطفى بن بلعيد ساهم بمعركتين كبيرتين في منطقة حمر خدو، المعركة الأولى إفر اللبلح، والمعركة الثانية غار ليوعيسى. جند الاستعمار الفرنسي القضاء على هذه الثورة أو للبحث عن القائد الثورة مصطفى بن بلعيد بأكثر من 2000 جندي. عمرية زروالي أم الشهداء كانت تخدم رواد مركز إفر اللبلح، كتبت لها الشهادة في المعركة على طريقتها. أثناء المعركة عندما شفت أفراد عائلتها استشهدوا، الكل، زوجها وخو زوجها وابنها الصغير، وكانت محاصرة من جميع الجهات بالعسكر، لم يبقى لها إلا الخلفية وهي كاف شاهق، فضلت أن تلقي بنفسها. معركة إفر اللبلح لا تقل أهمية عن باقي المعارك الكبرى، حري بالجميع تاريخها وكتابتها لتبقى عبرة للأجيال.